مرحبا بيكم. اول فقره حواريه، وزي ما كنا بنتكلم ملف مهم جدا ومحترم جدا، وبيبقى سعداء واحنا بنتكلم يعني عليه، لان مليء، هو زي ما بتقال كده، مليء بالنماذج المحترمه فعلا. بنتكلم عن ناس رفعت شعار حياتها ان هي يبقى فيها تحدي ويبقى فيها اصرار علشان تقدر ان هي تحقق بطولات وتتفوق على ناس تانية ربما عندها يعني من السلامه البدنيه والسلامه الذهنيه وعندهم كل حاجه، لكن ما قدروش يوصلوا في حياتهم لاي شيء لان بيفتقدوا الاصرار. القصه كلها ان احنا لازم يبقى عندنا اصرار وتحدي ونحقق. معانا ابطال الاهلي، مش هقول من ذوي الهمم، مش هقول برضو من ذوي القدرات الخاصه خالص، هم ناس يمكن يكونوا طبيعيين اكتر مننا، انا هقول هم ناس او فئه يعني من قادرون برضو باختلاف. خلينا نرحب بكابتن محمد عبد القادر وكابتن ايناس مصطفى، ابطال الجمهوريه في السباحه، يعني منورينا بجد ومنورين نادي الاهلي، وانتوا ابطالنا في النادي الاهلي، وحاجه جميله جدا يبقى عندنا نماذج زيكم. بس انا عايزه كل واحد فيكم بقى هو اللي يعرف الناس عليه. انا هبدا بيكي يا ايناس، عرفي الناس مين كابتن ايناس اصلا وابتديتي امتى؟ الناس كلها سامعينك، اتفضلي. انا كابتن ايناس مصطفى يعقوب، بطله جمهوريه في النادي الاهلي اكتر من 10 سنين، بقى لي حوالي 12 سنه بلعب سباحه. انا مبسوط جدا ان انا يعني بحضر مثلا مع حضرتك، ويعني بعرف حاجات كتير قوي يعني، ودخلت الاول في الاولمبياد في المدرسه بتاعتي، يعني نزلت الاولمبياد الخاص في المدرسه بتاعتي الاول، وبعد كده جيت مع النادي الاهلي. كويس. واول ما دخلت النادي الاهلي كان عندك كام سنه تقريبا، وكان شعورك ايه بقى، احكي لنا. لا ده حاجه من انا مش فاكره. حاجه من زمان قوي. ايوه. بس انت حبيتي انك تخشي النادي الاهلي، واحساسك ايه بعد كده جوه؟ يعني انت بتحسي بايه وانت وسط الفريق وفي نادي كبير جدا من اكبر انديه مش بس مصر يعني، فاحساسك ايه فيه؟ يعني انا مبسوطه الحمد لله، والكباتن بتوعنا الاهتمام اللي بتلاقيه كمان في النادي ده اللي انا عايزه اركز عليه. يعني الكباتن بتوعنا مهتمين بينا جدا، معانا في كل خطوة في كل ثانية، ما بيسيبوناش، لو في حاجة سؤال بيسألونا احنا بنسألهم. برافو، حلو جدا. طيب خليني اروح ليك بقى محمد، وبرضو عايزة الناس هي اللي تعرفك عن طريقك، يعني اعرفهم برضو بيك ابتديت امتى وليه السباحة اصلا. خليتها الرياضة حلوة وبتاع، و دخلتها دخلت السباحه وانا صغير، بتدربت شويه وبعدين بطلت، وبعدين رجعت تاني اتخرجت دخلت في السباحه 2018. ومن 2018 بقى لحد دلوقتي، احكي لنا التجربه ازاي، حصلت على كم ميداليه، انت لابس كمان كذا ميداليه، عرف الناس دول ايه. دخلت بطوله بتاعت اسكندريه، ودخلت بتاعت الكليه الحربيه، ودخلت بتاعت طلاع الجيش، و6 اكتوبر بتاعت كانت في شهر ابريل وشهر اكتوبر. وحصلت على المركز الايه؟ حصلت على المركز في البطوله بتاعت ابريل، خدت اول وثاني. برافو عليك. وبتاعت شهر اكتوبر خدت ثاني وثالث. كويس جدا. يعني انتوا مش بس يعني بتمارسوا رياضه، لا انتوا ابطال وبتحصلوا على ميداليات، صح كده؟ طب احكي لنا برضو ايه احسن بطوله حصلتي عليها او منافسه دخلتيها، وايه الميداليه اللي حاسه ايناس ان هي يعني جت بعد صعوبه مثلا؟ كانت الحمد لله كان عندي مشكله في البريست، كنت كل مره انزل اجيب ثالث. فالمره دي كانت 6 اكتوبر، بطوله 6 اكتوبر، والحمد لله جبت ثاني برونز فضه، وعندي اكتر من 20 ميداليه. قلت جايه لنا النهارده بسامبل كده، حاجه بسيطه يعني. يعني اكتر من يعني عندي كميه ميداليات. انا بعرف بريست وكرول وباك ودولفين. احنا عرضنا كده تقرير صغير في الاول عنكم طبعا، وشفنا ده بعينينا طبعا، مش كل الناس كانت بتحضر التدريبات او البطولات بتاعتكم، لكن عرضنا ده وممكن نعرضه حتى تاني. ففي احكي لنا بقى، طب قبل ما اخش على انت فين هنا؟ انتوا بتتمرنوا كام مره تقريبا؟ ثلاث. يعني كام مره في الاسبوع؟ ثلاث ايام. ثلاث وحد وخميس. ثلاث وحد وخميس برضو. انت يا محمد؟ اصل احنا في نادي واحد. انا في نادي واحد، النادي الاهلي.
ما احنا عارفين طبعا انتوا معانا ليه. اكيد طبعا. طيب انا عايز اسال بقى، لان كمان زي ما بنقول لكل بطل رياضي بيبقى فيه ناس في ظهره، في عيله بتسنده، وفي يعني حد كده عارف اوقات الواحد بيحس ان هو مش قادر يكمل، تلاقي حد داعم ليه سواء في النادي، في يعني فئه المدربين او زمايله حتى في الفريق او في البيت. فاحكي لنا بقى، هبدا بيك يا ايناس، مين الداعم ليكي؟ مين اللي واقف في ظهرك؟ مين دايما اللي بيشجعك؟ امي طبعا، ربنا يخليها ليا. ايوه انا عارفه هي موجوده معانا. تحيه كبيره جدا طبعا، بس احكي لنا اكتر، يعني هي اللي كانت شجعتك في البدايه ان انتوا تروحوا تتمرني سباحه تحديدا؟ لا هي كانت اصلا بطله سباحه برضه. كمان بس وقفت يعني. يعني هي كانت بتلعب طاوله سباحه وغوص، وهي حبت بقى انها تشوفك بطله زيها، صح كده؟ انا خدت الحكايه دي منها. وانت عايزه تحققي ده؟ طب واوقات بتروح معاكي التمرين، مين دايما بيبقى معاكي في التمرينات؟ هي بصراحه. هي اي حاجه بتبقى هي. محمد برضو عايز اعرف منك، نعم، مين بقى الداعم ليك؟ مين اللي بيشجعك دايما؟ مين بيبقى معاك؟ مامتي وبابايا بيجوا معايا. مامتك وبابايك برضو؟ بيجوا معايا. حلو جدا جدا. انا هرجع ليكم تاني عشان نتكلم في النقطه دي، لكن خلونا ناخد على التليفون معانا باشمهندسه امل مبدا، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للاعاقات الذهنيه. يعني باشمهندسه امل، انا بصبح عليكي في البدايه، وفعلا صباح الامل. صباح الفل وصباح الامل وصباح المكتسبات والايجابيه وصباح كل حاجه حلوه على بلدنا يا رب. مشهد امبارح كان بجد ولا اروع، حقيقي تحيه كبيره جدا، ومشهد محترم يليق بدوله مصريه حقيقيه. عندنا رئيس جمهوريه بجد مفيش فئه مفيش ملف ما بيشتغلش عليه. لما عمل عام يعني الاعاقه، او يعني 2018 تحديدا لتحدي الاعاقه، كانت الناس كلها ابتدت تركز على الفئه دي، ابتدى يبقى في مكتسبات حقيقيه، بنتكلم كمان في الدستور، يعني بجد نقلة حقيقية على الأرض تحديدا في مصر، وفتحت مجال أكبر كمان للعقول أنها تتقبل ده، وأن المجتمع يبقى فيه وعي أكبر. خلينا نتكلم عن احتفالية امبارح وقادرون باختلاف المشهد اللي أعتقد العالم كله كان بيتابعه، مش بس يعني داخليا، حاجة كانت مشرفة جدا بصراحة يا باشمهندسة أمل. ربنا يخليكي. زي ما حضرتك قلتي، يعني فعلا وجود فخامة الرئيس، دعمه الشديد لكل الاشخاص ذوي الاعاقه او القادرون باختلاف، هو يعني اللي عمل المشهد الحضاري الراقي اللي وصل للعالم كله امبارح. صحيح صحيح. والقعده والكلام 1-to-1 مع كل حد، وكل واحد بيقول حلمه ايه، والاحلام كمان بتبقى حقيقه يعني. لا عايزه واحد تكلمينا، احنا في قاعده المازه، يعني استجابه ل يعني امبارح يعني طلب الرئيس على طول او اوامر الرئيس على طول بان بسمله والولاد يركبوا طياره، فاحنا اوريدي حضرتك بتكلميني واحنا هناك اهو، والولاد بيركبوا الطياره، يعني احنا ما لحقناش ننام عشان نصحى في جوله استجابه لطلب بسمله من فخامه الرئيس. هو هي حتى ما طلبتش، هي كانت بتقول ان انا عايزه اطلع طياره، فهو راح اكرمها على طول وقال لها يعني هنعمل كده. وقد كان. حابب اقول لك بتكلمينا وانت سامعه صوت الطيارات. حاجة محترمة جدا. باشمهندسة أمل، برضو يعني أكيد كان في كواليس حدثت بالأمس يمكن ما شفناهاش على الشاشات، وحديث مع يعني الناس الأبطال دول فعلا، خلينا نعرف منك ما دار تحديدا عشان الناس برضو يبقى عندها صورة كاملة. بصي الناس كلها كانت فرحانة، الأهالي فرحين، حاسين إن هم كانوا مهمشين، ويعني يعني بصي ما أقعد أحكي لك، يعني كل طفل كل ولد كبير كل بنت كل مذيع هم دلوقتي ولادهم. انت بتحولي او مش انت، البلد ورئيسها بيحول الموضوع من ناس مهمشه بيتبص لهم بازدراء وبتنمر الى نجوم الى سند، الى انا واقف في ظهر الناس دي، انا معاهم على طول. فالموضوع بيختلف اختلاف كلي. صحيح. طب انا عايزه اسالك، لان دي النسخه الثالثه باشمهندسة أمل، ويعني نسختين كانوا برضو ناجحين جدا في السنوات الماضية، وفي متابعة، يعني قصة كلها إن مش بيتم هذا الحدث وخلاص، لا في متابعة بتتم بعد كده. فخلينا نسمع من حضرتك برضو ماذا بعد، يعني إحنا احتفلنا والناس دي قالت أحلامها وأحلامها أصبحت حقيقة والمجتمع ابتدى يتقبلهم زي ما كنت بقول لحضرتك، والوعي أصبح أفضل بكتير، إيه بقى بعد كده بيحصل للناس دي؟
يعني حضرتك تقصدي ايه بيحصل ايه؟ مش فاهم السؤال. يعني احنا بنكمل ازاي؟ يعني مثلا ازاي بنقدر نساعدهم فيما بعد؟ ازاي بنبقى مع كل مؤسسات الدوله بتتحرك يا فندم. البنك المركزي بيعمل حاجته في البنوك، كل التسهيلات كويس، التوصيات بيؤخذ بيها كويس، الرادين بيكملوا، يعني كل حاجه بتطلع خطوه لقدام بعد الاحتفاليه دي، ويمكن خطوات لقدام ما بنرجعش لورا. ايوه طبعا، بيتم كمان الدمج في المجتمع بشكل بقى خاص، بنتكلم عن فرص عمل، بطولات اكتر مثلا للرياضيين بتوعنا. يعني انا بس عايز اعرف من حضرتك المتابعه اللي بتكون بعد كده معاهم. انا بقول لحضرتك المتابعه بتبقى في كل الملفات، كل وزاره فيما يخصها بتتابع، واحنا بنتابع، ومجلس القومي لاعاقه كل مهتم بهذه القضيه في مصر، يعني بنتابع وبنكمل اللي ابتديناه. يعني احنا مش بنعمل حفله وبنقف، كل الناس بتكمل وبتاخد بالتوصيات، واللي بنقدر نعمله زي ما معالي وزاره التضامن امبارح، يعني البرزنتيشن اللي عملتها بكل الايجابيات اللي الوزارات بتعملها، دي خطوات الدوله عماله تاخدها يوم بعد يوم. كويس، ما ده مهم ان احنا برضو نعرفه من حضرتك، دي نقاط في غايه الاهميه. على كل حال احنا متابعين برضو ملف محترم، وبالتوفيق ليك يا باشمهندسه امل على العمل بجد الجيد جدا جدا اللي بتعمليه. شكرا جدا ليك. انبسطتوا امبارح صحيح من الاحتفاليه؟ شاهدتوها؟ احنا مش ما شفناش. ايوه انا عارفه، بس اتفرجت، كلنا اتفرجنا عليها. انا اتفرجتها في البيت. انبسطتوا من المشهد اللي شفتوه؟ برضو خليني اخد رايكم. كان حلو يعني. كان حلو جدا كان صح؟ كان حلو جدا. طيب خليني بقى ارجع تاني، عشان كنت بسالكم عن فكره هنا الدعم. انا دلوقتي بطل ووصلت لحاجات او يعني مراكز حلوه قوي، ايه بقى احلامكم بعد كده؟ يعني انتوا بقى بعد كده عايزين تبقوا يعني ايناس، نفسك تبقي ايه في المستقبل؟ مغنيه. مغنيه؟ يعني انت دلوقتي رياضيه وعايزه كمان مغنيه، الاثنين مع بعض؟ انا في الكورال سولو. بجد؟ انت صوتك حلو يعني. طب احنا نسمع حاجه ولا مش مجهزه؟ انا بس عايزه اشكر يعني الكباتن بتوعي كلهم. طبعا اتفضلي. كابتن دكتور محمد بشكره جدا، كابتن عجمي، كابتن عصمت، كابتن حامد، كابتن هيثم، كل دول انا بشكرهم ان هم وصلوا وصلونا لكده. طبعا بس انا برضو عايزاكي تغني لو في حاجه محضراها حابه. طب يلا غني حاجه، غني حاجه للاهلي لو حافظه حاجه. لا انا ما اعرفش حاجه للاهلي. طيب خلاص غني اللي انت عايزاه. انا هنا هنا يا ابن الحلال، لا عايزه جاه ولا كتر مال، بحلم بعيش املاه انا سعد وهنا، انا هنا يا ابن الحلال. بتقعد تغني لكم محمد اوقات ايناس ولا لا؟ لا انا بغني اغاني تاني. هي بتقعد تغني لكم وانتوا بتتدربوا؟ لا. طيب قول لي برضو انت يا محمد ايه اللي نفسك تحققه في الفتره اللي جايه؟ عايز اغني وبمثل. عايز ابقى فنان بقى. طب والرياضه هتبقى دي مع دي ولا لا؟ دي مع دي مع دي. طب والشغل حابب بس يعني تحترف الغنى، مش حابب مثلا انت اصلا بتدرس ولا لا؟ عشان برضو انا متخرج من سياحه وفنادق. من سياحه، مش حابب تشتغل في مجالك؟ لسه بتشاور عقلك يعني. طيب على فكره انتوا نورتونا جدا بجد، انا مبسوطه قوي بيكم، وعايزين ان شاء الله يبقى في نجاحات كده اكبر وميداليات اكتر. انت يعني لسه عندك ميداليات تانية انا عارفه يا ايناس، ولسه ان شاء الله هتحصلوا على المزيد كمان. طب عايز اقول حاجه. طبعا انت ممكن تقول اي حاجه انت عايزها. انا بشكر الكابتن رئيس الجهاز كابتن عجمي، اشكره شكر خاص، وكابتن دكتور محمد فتحي، وكابتن محمود، وكابتن حامد، وكابتن هيثم، وكابتن عصمت. والله بشكرهم على مجاهداتهم وتعباتهم معانا بصراحه. وانا كمان بشكرهم، اعتقد لازم كلنا نشكرهم، ونشكر مره ثانيه يعني والدتكم ووالدكم والعيله كلها اللي بتكون دايما حريصه وفي ظهركم، دي حاجه مهمه جدا. لولا هم والله ما كناش وصلنا للحاجات دي. طبعا انا بتفق معاكي جدا. انا هختم بقى، ومعانا على التليفون بكابتن العجمي محمد سعيد، رئيس جهاز ذوي الاحتياجات الخاصه بالنادي الاهلي. يعني كابتن عجمي صباح الخير بجد، وانا سعيده حضرتك تكون معانا، وعايزه اعرف كده برضو رايك ايه في الانجازات اللي عماله تحصل يوم عن يوم، بجد الفئه كلنا بنتشرف بيها فعلا في المجتمع. السلام عليكم. اولا انا بقدم التهنئه للكابتن محمود الخطيب وقائمته بالفوز برئاسه المجلس دوره ثانيه 21-25، وثانيا بقدم الشكر لاداره النشاط الرياضي للكابتن رؤوف عبد القادر ان هي مهتمه
الاهتمام الكامل زي مجلس الاداره بالظبط، وبقدم الشكر ليكم لان دي ثاني مره او رابع مره تستضيفوا اولادنا في البرنامج بتاعكم. اولا انا هديكي نبذه بمجرد دقيقه دقيقه ونص كده. اتفضل. على اولا اولادنا، القاء الضوء على اولادنا الابطال منذ الهمم. قوام الفريق المسجل عندنا 48 لاعب ولاعبه في ثلاث فروع، وقوام الاكاديميات في الثلاث فروع 116 لاعب ولاعبه، ومنضم لهم للعلم بعض من اولاد الاعضاء من التجمع الخامس حتى يتم الانتهاء من منشات فرع التجمع. وفي اكثر من مناسبه يقوم الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره بتكريم كل ابطالنا النادي الاهلي، وبيكون اولادنا ذو التحدي بقى، هنقول الاراده والتحدي علشان نغير المعنى اللي هو متضايق منهم في هذا التكريم. ونفس نفسي يتسع الوقت ليكم حتى يتم استضافه جميع الابطال والجهاز الفني. طبعا انا ما اعرفش طبعا المساحه في القناه تبقى شكلها ايه، لكن اتمنى ان يبقى في استضافات دائما لاولادنا. بيحصل وهيحصل، بس خليني اقول لحضرتك كابتن عجمي بيحصل وهيحصل طبعا. احنا حريصين جدا ان احنا يعني نبرز هذه الفئه. انا بقول لحضرتك احنا فعلا بنتعلم منهم، دي مش مجامله. اتفضل يا فندم. كتر خيرك يا فندم. اولا هؤلاء الابطال من 2014 حتى 2021 ميدالياتهم على طول ذهب اكثر من باقي الميداليات، وفي اخر بطوله للجمهوريه في السباحه حقق النادي الاهلي المركز الاول على جميع الانديه، وتم تهنئه خاصه من رئيس الاتحاد المهندسه امل مبدل للنادي الاهلي على هذا النجاح الباهر. ويشارك النادي الاهلي في جميع البطولات حتى خارج القاهره، ويتم حجز لاولادنا في الفنادق حسب لائحه النادي لقطاع الناشئين في الالعاب الاخرى. والنادي طبعا انا بهنيه ان هو فاز بجائزه احسن مؤسسه رياضيه للابداع من الشيخ محمد بن راشد. اما الابطال اللي عندك الان في الاستديو دول ابطال فوق العاده، البطل ايناس والبطل محمد عبد القادر، ودول نماذج من زملائهم الابطال الذي قدمهم النادي الاهلي في البطولات الدوليه والاقليميه والعالميه، مثل سلمى علاء في الكاراتيه، وقد تم الاحتفال بها بالقناه الاسبوع السابق مع المدير الفني محمد حمدي الحاصل على وسام الرياضه من رئيس الجمهوريه، ويوجد ايضا المدير الفني الدكتور محمد فتحي للسباحه حاصل على وسام الرياضه من السيد رئيس الجمهوريه، وبعض ابطالنا من الفريق علاوه على الفرسان عبد الهادي خليفه ومريم عادل عزت ابطال عزب ابطال بطولات القاهره والجمهوريه في الترويض والقفز. ويقوم النادي الاهلي حسب اللائحه الخاصه بصرف بدلات انتقال ومكافئات فوز للثلاث مراكز الاولى في جميع البطولات. حتى في زمن الكورونا لم يتوقف صرف البدلات للابطال والمرتبات لجميع الاجهزه الرياضيه. واخيرا لقد تم هذا النشاط من يوليو 2005، وده يدل على اهتمام النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب باولادنا من ذوي الهمم قبل الدوله، حتى جاء سياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه واولى اهتمامه ورعايه اولادنا من ذوي الهمم والاحتفال بهم في احتفاليه قادرون باختلاف. وقد شارك في هذه الاحتفاليه بالامس بعض من اولادنا وكانوا صوره مشرفه للنادي الاهلي العظيم. دي نفسه صغيره مصغره انا حبيت بس اقولها ليكي، وانا تحت امرك لو في اي اسئله عايزه تسالها. لا انا مش هطلب اسئله لان حضرتك غطيت لنا كل حاجه، لكن انا هطلب ان حضرتك تنورنا ان شاء الله على الاسبوع الجاي، ننسق مع فريق الاعداد كابتن عجمي وملفات بقى هنفتحها لما حضرتك تكون معانا، ده هيبقى يسعدنا جدا. فوعدنا بقى انك تكون معانا باذن الله. جزاك الله خير، وانا برضو اشكركم تاني قناه الاهلي الرياضيه وبرنامج صباح الخير، لان فعلا الاهتمام بتاعكم الدائم ده باولادنا دي حاجه بتفرحنا وبتفرح اولادنا. واخيرا هقول لسيادتك تحيه خاصه للجنود المجهولين وراء هذه الاولاد، وهم اولياء امورهم. صحيح. هم اللي شايلين العبء الاكبر في هذه العمليه. صحيح. فانا بحييهم وبشكرهم شكر خاص من قلبي والله. شكرا ليك كابتن عجمي، نشوفك على خير ان شاء الله. شكرا جزيلا، اشكركم مره ثانيه، وباذن الله زي ما كده هنفضل نقول يعني كيب جوينج او استمروا وشرفونا، وكل انجاز انتم بتحققوه بجد ده بيضاف في رصيد انجازات مصر.
حقيقي. شكرا لكم جدا. فاصل سريع وهنرجع نكمل.